بكل أمانة من أفضل المعارض للكتاب التي زرتها لغاية الآن. معرض شامل متنوع، معرض فعلا حي، يعني يعكس التاريخ، يعكس الحاضر، يعكس تطلعاتنا للمستقبل. كأردني كعربي فخور جدا بما تقوم به إدارة المعرض. قطر يعني أثبتت سابقا أنها هي عاصمة للرياضة العالمية، واليوم هي تثبت بأنها هي قادرة أن تكون عاصمة للثقافة العربية وللثقافة العالمية. أشجع الجميع على اصطحاب أطفالهم، اصطحاب النشأ العربي الجديد، لكي يتعرفوا مباشرة على روعة هذه التجربة، روعة اقتناء الكتاب.